بتكلم على خط هجوم النادي الاهلي بالامس حقيقه، واختيار ثلاثي انا بشوف ان هو يعني ايه لاول مره يلعب بالشكل ده مستر كولر بتواجد الثلاث لعيبه دول، مودست، طاهر، كهربا كجناح. بتشوف تاثيرهم كان عامل ازاي؟ في نفس الوقت يعني هل الراجل وهو بيلعب في الدوري الممتاز يقول لك انا ممكن العب باي حد اكسب؟ ما هو ده اللي بيقوله يا فاروق. لا ما ده اللي احنا بنشوفه، يعني ما ده اللي بيعمله، ما هو ده اللي بيشوفه، ما هو ده اللي انت لعيب كوره بيحس بيه وبيشوفه. انت المفروض حتى لو انا عايز اعمل روتيشن يا فاروق او اغير بعض اللاعبين او اغير تكتيك، لكن انا في البدايه لازم اكسب عشان اللعيبه اجيب جون واثنين وثلاثه، مع احترامي للفرق اللي انت بتلعبها، لا اجيب جون واثنين وثلاثه وبعدين ابتدي انزل اللعيبه اللي انا عاوز انزلها، او الف بقى في التشكيله، الف في طريقه اللعب، او اللي انا عاوز اغير شكل الملعب. هو ده اللي بيحصل. لكن انا الفرقه ما مش عارفه تجي جون وفي المكسب وانت بتالف. لكن انت النهارده انا مودست لا لازم يقعد، مع احترامي ليه لازم يقعد. انت لازم تلعب، يعني تلعب بتلعب بكهربا وانت بتظلم اللعيبه لان ما فيش انسجام. ازاي تجيب كهربا ان كان بيلعب فيرود وبقى له فتره بيلعب فيرود وبعدين تطلعه بره وتصمم ان انت تجيب محمد طاهر، محمد طاهر اللي ما كانش عنده ثقه الفتره اللي فاتت وبتحطه جنبيه ويلعب. يعني الاداء بتاع طاهر كان كويس امبارح، ما كانش وحش بامانه، هو اداء فردي. لكن كان انسجام مع مودست او قفشه او كهربا لا ما فيش، بعيده عن الانسجام خالص يا فاروق في الحته ديت. ما ادوش بالشكل الجيد، بدليل ان انت كهربا لما دخل في القلب قدر يجيب جون، لما الجون الاولاني بدماغه وتحرك بشكل جيد، وده اللي احنا كنا بنتوسم فيها الكهرباء لمودست في الحته دي. لكن كهرباء خلاص اتعود انه يبقى في ال 18 في الحته الموجود دي. يعني فكره ان كهرباء يجيب هدفين يا كابتن، يعني بما معناه انه بيقول الراجل يعني انا ما اقعدش، لازم ابقى موجود. اه طبعا هو افضل فرو، يمكن هو افضل فرود او افضل لعيب في الحته في الفتره دي بتاعته الحقيقه. يعني ماشي، ما هي مش بتاعته بس هو افضلهم او احسن. وبعدين خلي بالك كهربا كان في فرود عنده ذكاء، ان هو طماع، ان هو بيحب يجيب جون، بيحب يسجل، ودي حاجه كويسه فيها فاروق. اه ممكن ما يكونش بتاعته لكن بيعرف يجيب جون. في لعيبه كده يعني الكره بتحبهم ان هي بتروح له. هل تتوقع استمرار مودست في المشاركه الفتره الجايه برضو؟ لو بالشكل ده لا، بس مع الراجل هنقعد بقى. ما هو الفتره اللي فاتت كان بالشكل ده، ما هو ما هيفضل ما بالشكل، ما فيش تغيير يعني. لا ما انا بقول لك يعني انت، انا قلت لك يا فاروق وبقول لك للمره الاخيره، عيب لما يكون في فروت بالنادي الاهلي بالمنظر ده وكلهم بيتعرض لانتقادات والراجل مسمم عليه، ولازم يبقى في وقفه مع لجنه التخطيط ان الراجل ده مش قادر يشيل رجله. مش بان انا اعمل له اسيست او اعمل باص، لا انا عندي لازم يجهز لعيبه. وانا بقول لك لازم يكون في قاعده من لجنه التخطيط مع المدير الفني للي بيشوفوه اللي احنا بنشوفه في كوره. احنا ما بنقطعش، احنا بنقول الوقيب. الحاجه الثانيه، الدوري بالمنظر ده للنادي الاهلي مش مضمون بالمنظر والاداء السيء اللي احنا بنشوفه، والراجل اللي بيعمله ما بيحترمش الدوري المصري وما بيحترمش الفرق المصريه. زي ما انت مش جاي، انت مش جاي تاخد افريقيا، انت ما تعملش. بص يا فاروق، كولر ما يجيش يعمل، هو ما احترموش زي لا ما بيعملش كولر. بص يا فاروق، كولر ما يجيش يعمل حساب تاريخ على حساب النادي الاهلي لنفسه وعلى حساب النادي الاهلي وفرقه النادي الاهلي. في انديه كتير جدا او في مدربين زي موسيماني. موسيماني كان برضو بيهتم بالدوري الافريقي او بطوله افريقيا وما بيهتمش بالدوري، يمكن خد خد دوري ابطال افريقيا مرتين، فبقى موسيماني اسمه كبير جدا حتى في الخليج واتعرف. نفس الطريقه كولر، لان بطوله افريقيا بتبقى متشافه. هل انت بتهتم بالدوري بالافريقي على النادي على الدوري المصري؟ وده اللي احنا بنشوفه. خلي بالك دي بتبقى مشكلة كبيرة جدا عند المدرب. انت النهارده اذا كان انت بتقول في تصريح ان اللعيبة بتلعب لنفسها، لا انت بتلعب لنفسك وعاوز تصيط نفسك وعاوز تشهر نفسك، لان انت عارف ان انت ماسك الدوري او ماسك النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا وفي الشرق الاوسط. بس هو لما بيتم توجيه الانتقادات بيوجهوا له سواء بقى لا ماتش بس دوري او ماتش افريقيا. لا بس الحق، ما هو ما هو خلي بالك، لا ما عشان الدوري افريقيا متشاف. هو ما هو بالنسبه له الدوري الافريقي متشاف. بس دايما يا كابتن وانتوا قاعدين هنا كمحللين لما تيجي تتكلموا معايا تقول لي النادي الاهلي عنده 30 لعيب، اي واحد بيشارك هو احسن، لازم تديهم احسن الصدر من اي واحد. لا ما انا بص يا فاروق، ما انت ما تجيش تجيب لي كهربا اللي ليه تقول لي مثلا. لا اوكي ماشي انا معاك، لكن انت ما تجيبش عمر. دي مش حلوه يعني. لا ما التغيير بتاع يعني انت، انا اسالك سؤال، انت راجل لعيب، انت عمر كمال لعب طول الوقت ماشي، انا انت معاك في تغيير لاعب كهربا وعدلته دي بتبقى كهربا عنده سرعات ان يلعب في الحته دي. طب ما انا ممكن اغير ان طريقه اللعب، ان انا ممكن العب ب 4 2 4، العب زي كنت العب بطار محمد طاهر، لكن ما لعبش مودست. لو انت عايز تلعب بفرودين ما تلعبش مودست، العب كهربا جنب وسام ابو علي، العب بفرودين ولاعب تحتيه ومين قفشه. لكن انت ما تجيش تقول لي كهربا يلعب فرود، لا كهربا بطيء مش سريع،
خلاص كده ممكن كان بيعملها زمان وهو صغير لكن ما يقدرش فخلاص اتعود ان هو يبقى في ال18 اتعود ياخد يبقى قريب من الجول. لكن انت طاهر محمد طاهر اللي بيبقى بعيد وما بتنزلوش في ماتشات وبعدين تبتدي تنزله مع دي بقى فاروق بتعمل هزه عند الفريق او عدم ثقه. النهارده لما بتيجي تتكلم لو انت مهتم طب انت النهارده ما تدي محمود متولي بدل محمد عبد المنعم مريحه زي ما بتريح علي معلول ما تريح زي ما انت قلت محمد هاني ولاعب كريم فؤاد بيعملها بشكل كويس. هل لو محمد عبد المنعم ريح هي يعني هيبقى في فرق في المستوى الفني بالنسبه لقلب الدفاع؟ ليه فرق ليه؟ ما هو انت ما هو خلي بالك لا ما يعني بعد الفتره الطويله دي اصل متولي قاعد بقاله فتره طويله لا يلعب. ما انت في لعيبه كتير جدا ما انت بتجيب مثلا عمر كمان يعني نبيل كوكا بتلعبه من الاصابه وبترجعه. طب ما انت بتجيب محمود متولي وتديله على فكره محمود متولي لعيب كويس وبينقلك وعلى فكره كان الراجل مقتنع بيه من بداياته ده حقيقي في البدايه وفي البدايه كان بيقول لك بيطلع بالكوره من بشكل كويس من تحت ولعيب على فكره عاقل بس لازم اديله بس لازم يا فاروق اللي يلعب جنب محمود متولي لان طريقه محمود متولي ليبرو اصلا على فكره ما بيلعبش بطريقه اربعه بس بيأداها بشكل كويس. لما تيجي تلعب محمود متولي لا يعجبه جنب ياسر ابراهيم محمد عبد المنعم عشان تديله الثقه لان في واحد لازم يكون يمسك لكن هو اللي يطلع ومتولي هو اللي انا بكلمك انا بكلمك في المستقبل او ان انت عاوز تسد محمود متولي او مش رامي ربيعه يعني. لا مش ربيعه انا رامي ربيعه لو رامي ربيعه ما بيمسكش ما بيراقبش لكن هو بتأدي بشكل كويس لكن انت بتتكلم على اداء الدفاع بشكل كبير لا كان سيء وفي